بقى الشجاعه في اللي انت عملته ده؟ لا انا كان قصدي شجاعتها هي، شجاعتي انا في ان انا قاومت كل الضغوط وما رضيتش انط. امال فين نضارتي؟ عارف لو كان هيفرق مع ياسمين ان انا انط انا كنت نطير، بس انا عارف ان هي مش في دماغها. يعني انا ازاي مش ده؟ يا ريتني ما لبستها. انا علشان خاطر ياسمين عملت حاجات كتير جدا ما كنتش حابب ان انا اعملها. زي ايه؟ زي ايه؟ امال فين موبايلي صحيح؟ زي حاجات كتير، بس اللي يفتكر بقى حاجات تملى جد. سجايري كويس موبايلي مقفول. لف النسكارة بقى. قلت لك انا ماليش لا في اللف ولا الدوران. يا امل تعمليش فيها بلطو بقى، هو في حد ما بيعرفش يلف برضه؟ والله ما بعرف. خلاص وانا كمان بقى ما بعرفش اكمل. هتلاقي البفر على اليمين والفلاتر على الشمال. تك يا سلام، سمع الصوت وحلاوته. طب كمل وانا بلف. اوكي، بما انك مبتدئه بقى هاتي طبق وتعالي اقعدي جنبي وانا اقول لك ما كنتش حابب ايه في ياسمين. مساء الخير. هلو. هاي. هبس. بوبا ازيك؟ صحابي جدا. بول. جدا. هما اصحابك دول ايه؟ مالهمش اسم برايفت نمبر ولا ايه؟ انت ايه؟ ما بتحبش اللمه؟ انا لا بالعكس، مين قالك؟ انا بحب اللمه جدا. عارفه بتبقى فيها دردشه وناس كده، بنقعد نخش في مواضيع ونطلع مواضيع ونفتح في مواضيع ونتكلم كلنا في نفس واحد وما نبقاش سامعين بعض، فنضطر نعلي صوتنا فيجي لنا صداع. انا شخصيا بحب الصداع خصوصا لو نصفي. مساء الخير يا فندم. تحبوا تاكلوا ايه يا فندم؟ انا اتاخرت كده ليه؟ انت ايه كنت بتعزي؟ ده انا جعان جدا. شوف بقى ناكل ايه؟ ناكل سوشي وش. جرب. لو سمحت هات لنا 2 اوردر سوشي اعمل لنا سيلكشن. استنى بس، خد يا عم، كنت عايز انت يا ستي. انا ماليش في السوشي ده. لا ان السوشي هنا حماده هيعجبك قوي. حماده مين؟ وانا حديمه في المدرسه. بقول لك ماليش فيه. ماشي طالما انت اللي طلبتيه يبقى حماده. ايه ده يا بلبل؟ ايه؟ تاكلك حساسيه من السوشي؟ حساسيه في السوشي؟ فين؟ في وشك. ايه؟ في وشي انا؟ لا يا شيخ. ايه ده؟ ياسمين ده؟ واحد تقولي حماده حماده لعب في وشي اهو. ها بس عارف اجمل حاجه انك تجرب مع اللي بتحبه الحاجه اللي هو بيحبها. ايوه مع ان السوشي ده جاب لي تسلخات. معلش بس كفايه انك حاولت عشان خاطرها، مش قلت لا وخلاص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيبي نص رغيف، ها، حط لنا فيه شويه طبخ على فلترين ثلاثه كده على ورقتين بفره، هاكل سندوتش سجاير. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ياسمين انت خدت كده ليه؟ ده لسه هيبهدلك. ازيك يا رزق؟ ازي حضرتك؟ بصي بقى يا ام كتير، بس انا غرقان في شبر ماني دلوقتي. انا عايزك تحددي معايا بالظبط لون من الالوان دي يمشي هنا مع الجو العام. عارف اللون الاوف وايت؟ ايوه النسكافيه. بس يا انا مش عارف غيرك عامل ايه. ادهن لون النسكافيه ده يا رزق. ايه لون النسكافيه ده؟ يعني لونه ايه يعني؟ مش عارف. هي اللي قالت يا بني ادم هو اللون في ايدك ده اللي انت بتشربه. اسمه نسكافة. انا ما هقولك، بعتذر لك. ادهن لون نسكافة. الله، بص اللون بقى جامد ازاي. حلو يا رزق، تصدق حلو. انا ما كنتش متخيل هو يطلع بالروعه ديت يا باشمهندس. حلو لون النسكافة ده. بس انت ليه بتاخد لبن كتير كده؟ ازيك يا ياسمين؟ اهلا. طيب انا ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بول، خلصت رسومات المعرض؟ خلصتها كلها، بس بصراحه يا رانيا انا جيت في الاخر ووقفت. ليه؟ يعني قلت امشي رجلي شويه. حبيبتي اطلعي على المكتب خليهم يعملوا لك منها برنت اوت. طيب مش عايز مني حاجه؟ لا خلاص مشيت. يلا باي باي. تشربي شاي؟ لا ماليش فيه، اشرب نسكافيه. اعمل لك ولا نلحس من على الحيطه؟ لذيذه قوي رانيا دي على فكره.
وشيك، حاجة تشرف يعني. هو أنت ما بتغيريش يا ياسمين؟ أنا غير؟ ليه؟ طب ما هي قدامك من زمان، لو كنت عاوزها كنت اتجوزتها يا سلام. ده أنت ما عندكيش فكرة، أصلاً الغيرة دي بتخنقني، أحسن حاجة فيكي إنك ما بتغيريش على فكرة. بابا عايز يقابلك. لا والله. أقابل أمه، أقابل حضرته يعني، ماشي، هحدد له ميعاد. أوكي. هي عايز يخطبك؟ قول لي يا بولبول. أيوة يا عم. أنا عايز أسألك سؤال مهم جدا. اتفضل. أنت اصطدت قبل كده؟ والله يا جلال بيه إحنا عندنا شاليه صغير كده في الإسماعيلية لما بروح بصطاد. جار؟ لا لا، بوص. خوص! بقول له جار يقول لي خوص. خوص إيه؟ لا يا عمي لا، استنى يا ابني لما اخلص ضحك. خوص. خلصت؟ خلاص. بوص، انت كل ده كنت بتضحك غلط. ما انا فاهم، خوص. برضو اتفضل اتفضل يا بوص. بوص بوص. امشي. ايوه، اركن على ايدك اليمين اهو كده. تعال اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا بلبل. اهلا اهلا. ما شاء الله يا عمي ما شاء الله، حلوه قوي الفلوكه دي. على فكره أنا بحب الصيد مش السمك، عشان كده أنا اتجوزت 3 مرات. طبعًا ما تقوليش إنك بتحب الصيد زيي. طبعًا، أمال أنا اصطدت ياسمين إزاي؟ طب بعيدي بعيدي، إحنا إيه مش هنتحرك بقى ولا هي دي الخروج هنفضل قاعدين كده؟ عليهم كده. أمال فين أبوكي؟ بس ايه رايك في بابا؟ والله لذيذ، بس عارفه اوفر شويه. اوفر يعني ايه؟ اصل بقول له مش عارف ايه، قال لي استنى لما بطل ضحك وانا بخبط عليه وباخد دوش. لا هو بس بيحب يدي كل حاجه وقتها بالظبط. اه لسه كمان بقى لما ياخد عليك هيحصل ايه؟ هيفك. هيفك؟ ويحصل ايه ما هيفك؟ هيجري يعني. احترم نفسك. بلبل اهو. فك فك. اجري اجري. اهلا كابتن بلبل. كل شويه. اهلا اهلا. منور اعالي البحار. بوجودك والله بوجودك يا عم. هات لي كل ما غنى. ايه ده، لقيته ايه، كنز ولا ايه؟ احنا هنا يا ابني بنصطاد بجد. انت شفت الطعم اللي بنصطاد بيه؟ انا ما شفتش حاجه خالص لحد دلوقتي لسه. طعم؟ جمبري جامبو. واو. اوفر. صبيت جمبري وصبيت؟ هتصطاد بالجمبري والسنبت؟ طب على كده هتصطاد ايه بقى، رز؟ على فكره انا قلت رز هتطلع بتضحك تاني غلط. حضر الطعم عشان نصطاد، تعالى معايا. حاضر. احنا هنا بنصطاد تونه وهغديك منها. تونه؟ عايز تغديني تونه؟ بتاكل السمك جمبري وسنبت وهتغديني انا تونه؟ لا انا هتغدى طعم. خليني مع السمك احسن. تلاتين سنة صيد، عمري ما اصطدت سمكة زي دي. ودي تعمل كام علبة تونة دي يا عم؟ تونة ايه؟ دي قشرة بياض يا ابني. اه، طب تعمل كام علبة قشر بياض يعني؟ أنا لما أرجع هزل عمك عزيز ويسري وفؤاد، هزلهم كلهم وأوزع عليهم الصور وأقهرهم. ممكن أتصور معاه؟ آه طبعًا يا حبيبي، أتصور على ملبس وأرجع وأتصور أنا كمان. ماشي ماشي. أوفر بس. ثانية واحدة. يلا يلا. سمايل. فعلا فعلا سمكة رهيبة رهيبة. هلا بلبل، أنا جاهز للصورة التاريخية. فين سمكتي؟ ها؟ أنت فين سمكتي؟ ماليش دعوة بلبل، وقع. طب هتعالوا بالتدريج طيب. هي وقعت هنا، أما أصل أنت اتأخرت فزيت ومشيت. ما انا حاجة اصور جنبها. خد صورتي خد صورتي يا عمي، انا مش عايزها. اقول ليه يا عزيز يسري دلوقتي؟ في فؤاد كمان حضرتك كنت عايز تغيظه ولا ده مش فارق معاك انك اهدى 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 اهدى. ولبس قميص جديد وبتاع. هنلاقيها هنلاقيها يا عمي ان شاء الله. هتروح فين؟ هنلاقيها، هتلاقيها هنا ولا هنا ولا حاجه، هنلاقيها يعني. اصطاد اصطاد غيرها. اهدى اهدى بس يا عمي اهدى. سمكتي. اهدى. اوفر فعلا اوفر برضه يا عمي. يعني الجمبري موجود والطعم موجود والسمك موجود. نصطاد، احنا جايين نصطاد. ما احنا جايين، احنا جايين نذاكر، احنا جايين نصطاد رحله يعني. ايه يا عم، نصطادها تاني نصطادها. لا مش دي التانيه، كانت ابيض واسود. عايز سمكتي.
امل 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 اخلص اخلص الصوت ده بيشعرني مضايقك انت الصوت ده اه امال يعني عايز اغلس على المنشار هتاخدي بالك ليكون الفرم عدي ولا حاجه تتعاري القلب اشك انه لسه جوه يا ساتر ايه ده ايه ده ايه الزباله دي عامل ايه ما انتوا مش حاطين باسكت في الاوضه ايه ده القلم ده لقيتيه يا ده انا قلبت عليه الدنيا شوفي كده كان فيه بنطلون كنت بدور عليه شوفي هنا كده كده بقول لك ايه هي ياسمين بقى هي طلعت السوبر وومن اللي بتطير بتطير ده عليها حته تطير انما ايه حماده المهم بغض النظر عن طيرها يعني انا لقيت الحقيقه فيها كل المواصفات اللي انا عايز تستحق 100% فعلا عشان كده خطبتها كنت مبسوط قوي مع ياسمين حقيقي سلام ايام لحد بس ما حصل حاجه صغيره كده حاجه ايه تاني حاجه عمري ما هنساها في يوم من الايام كان في دبانه في المكتب شوف كده التصميم ده وقولي رايك فيه حسنة يا رانيا دي حسنة معلش ما قلتها لك قالي بتزنق انت بتعمل ايه؟ يا رانيا الدبان ده انا بكرهه بيقولي الاوفيس بوي يرش المكتب مش معقول كده فين التصميم خلصيني اهو كويس ماشي استني كده ايه ده بني استني بقى وحش قوي اللوجو ده التصميم كله بني كده انت تحس انه بريح لا ده فكرته اجمالا كده على بعض قرف وحش مين البني اللي رسم التصميم ده وحش جدا مين دي دي هاله المشد طب وبتعيط ليه هي تايهه انت تايهه لا دي هي اللي رسمت التصميم ده حلو جدا ده تحفه حلو قوي حلو جدا جالك ازاي يعني الفكره جات لك ازاي طب وايه ومصحف ما سمعت انا الحقيقه مش سامع طب ابعتها لي مسج لو ما فيش عندك سيجنال ابعتها لي مسج مش سامع طب واللون بني حلو وجميل حلو جدا البني حلو بس انا كنت عايز اسال سؤال بس هو بني ولا بوني بس راني بس انا سمعت حضرتك وحضرتك بتقول ان الفكره اجمالا قرف شرف فكره اجمالا فيها شرف تحس ان فيها شرف كده لا انت ليه فاكره كل الكلام كده لا فرفشي كده وفرفشي وما بتعيطيش وبتسمي وانت وشك جميل طيب انت خريجه سنه كام 2009 امتياز مع مرتبه الشرف 2009 ده انت لسه بالكرتونه لا تمام طيب اسمك ايه هاله هلا اهلا يا هلا اتفضلي ديزاين البوني انا يا ستي بلبل الشهير بنبيل مسعود الصخره اللي بتحطم عليها احلام وطموحات كل حد جاي فاكر ان هو عامل حاجه كويسه او ما حصلتش لان دايما في احسن انت هتشتغل معانا هنا بس مش موضوع البوني ده عشان بداني الحاجه الثانيه موضوع مرتبة الشرف ده انا عايز نسيب تماما اوكي انا عايزك مرتبه سفنج تشربي وتمتصي الاهانات واخر اليوم تتعزلي تنزلي كل حاجه عشان احنا شغلنا هنا صعب تمام يخرب بيت امك يا شيخه لف 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 اول ما تلف حلبها على طول اول ما تلف حلبها على طول كده ماتت المهم يا ستي انا طول عمري بقول رايي بصراحه بس ما هلا يعني ما اعرفش ليه ما صرحتهاش اخلف بس هو ان شاء الله هتكمل هتلف بايد واحده عيب تسالي سؤال زي ده ممكن الف وانا سايب ايدي اصلا ها
شوفيها شوفيها في ظهر المضرب جايز شبكة. طب أرجوكي موتيها لحسن، أنا بجد بعرف مدبان قوي. هموتها لو النب. مش يمكن اتكسفت من هذا؟ لا أنا بجح. إيه خفت على مشاعرها؟ ستي ما تولع مشاعرها بجاز. إيه يا حاجة أنت؟ الله أنا بس هدقت. إيه يا أمل؟ إيه يا أمل أنت كده هتموتين أنا؟ استطعتي حاجة طيب بعد ده كله؟ لسه بس هتروح مني فين؟ يعني لا اتكسفت منها ولا خفت على مشاعرها؟ لا أمال إيه؟ ما هو ده اللي أنا حاولت أعرفه. ليه أنا ما قلتش لهالة لما وريتني الشغل بتاعها إن شغلها يقرف الكلب؟ أمل أنا بحب الدبان جدا، بحبه. قلت لك مش هتعرف تلف. هشرب فلتر وهكح كمان. انت شفت الجمهور، انت كنت شايف حاجه قدامك. ردي بقى يا ياسمين، بقى ردي بقى، حرام عليك الاخر كده. جرايه يا باشمهندس بقى، عايزين نروح ننام. اخترت اني لون السيلفر ولا الازرق؟ اصبر اصبر هاله، انا مش عارف احلى حاجه فيكي انك فعلا بتردي من قبل ما بتصل. ها يا جماعه، ها يا هاله، ايه الملل ده؟ انت بتختاري شبكتك اللي عندك حموضه؟ تحبي اجيب لك حاجه للحموضه؟ انهي لون؟ الفضي. يا ساتر ادهن يا ابني الازرق. انت كيش فكره اصله الواحد يعني نفسه احيانا يبقى مسيطر شويه. ادهن الازرق، ادهن الازرق. يلا 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 من هنا. اوعى اوعى، لا 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 لا، اوعى اوعى اوعى. عايز تشيلي؟ عيب عليكي، عيب عليكي، معاك الراجل وعايز تشيلي. يلا يا نهار اسود، كان ابو من جدا بالمساواه بين الراجل والست. لو عايزه تشيلي ما عنديش مشاكل. يلا يا بور. اوكي يا ريس. انت كنت رايحه فين اصلا يا هاله لما كلمتك؟ ما فيش، كنت عايزه اشتري هديه لواحده صاحبتي عيد ميلادها بكره. المفروض مامي كانت تيجي تختار معايا، بس واضح كده انها نامت. وانت كنت هتشتري الهديه من مامتك؟ ايه ده؟ باباكي بقى عايش ولا نايم؟ لا انا بابي معايا. الله يرحمه. طيب انا فاضي ما عنديش حاجه، لو تحبي اجي انقي معاكي ما عنديش مشكله. حلوة؟ تقرف. زهقت مش عارف اختار ايه. طب ايه اجرب دي؟ اجرب دي. بس مفيش ولا حتة فاضية عندي. ما عندكيش هاتي دي اللي انا ما رشيتش فيها صح؟ اه. مش عارف دي ريحتها ولا ريحة ايدك. اجيب ايه طيب؟ اجيب ايه؟ اجرب دي. لا مش دي. لا 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 لا. لا ولا دي. مش دي. خلاص بقى يا بلبل اختار اي واحده فيهم، انا كده مش هلحق اجيب هديه صاحبتي. طيب خلاص خلاص خلاص، انا ولا واحده عجباني اصلا. وانا جربت دي. ايه رايك تاخدي لها ساعه؟ وريني كده. والله حلوه ومظبوطه، شمي كده. بس هي مش بتحب تلبس ساعه. بعد ده كله يا هاله؟ انا برضو. يا ستي خدها لها، والله حلوه يعني. هي هتقول لا؟ في فن اسمه فن اختيار الهدايا، مش تأدية واجب كده والسلام. على فكرة احنا كنا قتلنا صاحبتك دي أسهل، وبعت لها إيه؟ هات لها كرافتة. هنعمل إيه طيب دلوقتي؟ أنا قررت إن أنا هجيب لها مكياج. أوكي، هناخد مكياج. وبقول لك إيه لو سمحتي، الساعة اللي لابسها جورج بلوني دي موجودة؟ للأسف خلصت، بس هنجيب منها الشهر الجاي. أوكي، طب جورج موجود؟ تقيل أشيل منك؟ جاي يعني لحد الجراج تقولي أشيل منك؟ بالراحة يا عم السمبل. عفوا يا سيدي. انت اصلا شاريه ايه؟ الكتب عن الطبيخ تقيله؟ لا يا كتب مش تقيله، بس واضح ان الطبيخ اللي فيها هو اللي تقيل. طيب ايه، خفيف السمنه شويه. شارياهم لمين دول؟ انا بحب المطبخ والطبيخ قوي. اه عشان يا هاله يا هاله يا هاله. مقفول. مش عارفه عم شفيق السواق راكن فين. ايه ده، انت عمك بيشتغل سواق؟ عجبتك قوي. خلاصي بقى، انا غلطان يعني عملت فيها بلبل وشيلت. خلاصي خلاص حبيبي مش هنلومك. انت عربيتك لونها ايه؟ بني. طب ما بتجيش بيها ليه على طول كده لوحدك؟ ولا الحوجه السواق الزباله ده؟ لا ما انا مش بعرف السوق. خلاص تعالي اوصلك انا، ولا الحوجه لعم شفيق الحمار ده. وقع وقع، بس والله كنت قاصد والله. اسف يا هاله، كنت بحط بنزين في العربيه. هو ده عمك السواق بتاعك؟ طب ما الراجل سمح ووشه جميل وطيب، امال ليه عمال تشتمي دي فيه من الصبح؟
خلاص 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 ما تبرقلهاش ما تبصهاش كده خلاص انا هديتها انا هديتها يلا يا عم شفيق يلا عم شفيق يلا عم شفيق يلا عم شفيق يلا يلا خد خد خد